طيب المهندس إيهاب لهيطة بيتكلم عن آخر تطورات حالة كوكا وحجازي، قال إن كوكا حتى الآن مش عارفين هل هيلحق بدور ال 16 ولا لأ، لكن نتمنى له التوفيق. أما حجازي قال إن هو تعرض لكسر في الأنف وهو مش عايز يلعب، بيبقى في واقي كده للأنف بيتحط على المكان هنا، هو مش عايز يلعب بيه الحقيقة، ومصمم إن هو يلعب من غيره. الحقيقة أشاد أيضا المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب بما يفعله حجازي. ايضا المهندس ايهاب لهيطة بيقول انتقادات الجماهير تصيب اللاعبين بالاحباط. يعني طيب، هو السوشيال ميديا بالمناسبه اصبح له دور كبير جدا جدا جدا. كل اللاعبين الحقيقه قاعدين طول الوقت ماسكين في الوقت اللي هم بيكونوا فاضيين فيه بيتفرجوا على الفيسبوك زي ما الناس كلها بتعمل، بيفر على الفيسبوك، بيفر على الانستجرام، بيفر على تويتر، فده طبيعي جدا. ولكن خدوا بالكم ان السوشيال ميديا مهم جدا خلال هذه الفترة، ولكن في نفس الوقت من الممكن جدا ان هو يصيب منتخب كامل بناء على تصريحات الكابتن او المهندس ايهاب لهيطة بالاحباط، وده اللي المهندس ايهاب لهيطة قاله. ولكن في نفس الوقت على الجانب الاخر، طيب ما هو السوشيال ميديا دي لما منتخبنا الوطني بيكسب او منتخبنا الوطني ياخد البطولة الافريقية بيطلع اللاعبين السما، بيطلع اللاعبين السما. يا اما لازم يبقى عندك معيار وانت دايما بتبقى على الفيسبوك او على تويتر او على انستجرام، لازم يبقى عندك معيار، يا اما تاخد بالكلام ده كله يا اما ما تاخدش بيه، مجرد ان انت بتتفرج عليه بس. ما هو الناس شايفه ان هناك بعض الاخطاء الواضحه في منتخبنا الوطن، الناس شايفه كده. الجمهور الطبيعي، الجمهور العادي، لما تيجي تسال اي حد ماشي في الشارع بيتكلم في هذا الموضوع دائما، الناس بتتكلم في كده، تقول لك ان المنتخب بيكسب والحمد لله ان هو بيكسب، وهو الجزء الاهم، وهو الجزء الاهم ان احنا بنكسب ووصلنا لاول المجموعه وتصدرنا المجموعه بتسع نقاط، هو ده الجزء الاهم. ولكن الجزء الباقي بقى اللي هو الاداء، الاداء حتى الان في الثلاث مباريات لم يتحسن، لم يتحسن، وبالتالي يجب ان يكون هناك الناس محتاجه ان هي تقول هذا الكلام، تقول، والناس خايفه بالمناسبه وقلقانه، فالناس محتاجه ان هي تقول. فاللاعبين لازم يكون عندهم معيار في موضوع السوشيال ميديا، بمعنى ان هو يا اما ياخد باللي بيتقال كله يا اما ما ياخدش. مش لما يبقى لما يعلو فلان، لما يعلو اسلام مثلا للسماء يبقى اسلام ياخد الموضوع ويبقى مبسوط قوي بيه، لما يجي ينزلك وينتقدك شويه يبقى ما تاخدش بيه وتقول ان انا محبط. لا، ما ينفعش. لازم تكمل، لازم يبقى عندك المعيار ده، ان انت تحاول ترضي الناس، تحاول ترضي الناس بكل الطرق. ترضي الناس ازاي؟ ان انت تكسب وتأدي بشكل جيد. وللمرة المليون أنا بقول لحضراتكم الفترة القادمة منتخبنا الوطني هيبقى في حتة تانية. دايما لما بنتحط في خانة اليك كده زي ما بيقولوا الناس اللي بتلعب طاولة، لما بتتحط دايما أو بتتمسك في خانة اليك بتبقى عايز تعمل أي حاجة عشان تخرج، فبالتالي هتطلع كل القدرات اللي عندك. محمد هيطلع، صلاح هيطلع كل قدراته، حجازي، تريزيجيه، كل القدرات اللي حضراتكم لسه ما شفتوهاش ان شاء الله تطلع في المباريات القادمه، وهو الاهم. فاللاعبين الحقيقه محبطين من الانتقادات تمام، لكن عايزينكم برضو تساعدوا الناس ان هي لا تنتقد اللاعبين بشكل كبير. كسبنا وهو الجزء المعنوي الكبير جدا او الجزء المادي الكبير جدا، ان انت بتكسب المباريات ثلاث مباريات بتسع نقاط، وبالتالي انت عملت شيء مهم. يعني اللي بيقعد يتفرج، اللي ما عادش يتفرج على ولا مباراه لمنتخب مصر وشاف او عرف ان هو جاب تسع نقاط هيعرف ان منتخبنا الوطني ده منتخب قوي، لكن على الجانب الاخر اللي اتفرج شايف ان الاداء مش كويس. لازم يبقى في توازن ما بين الاثنين. ايضا في اطار كلامنا عن منتخبنا الوطني، صرف مكافئات لاعبي المنتخب بعد التاهل لدور ال 16 بامم افريقيا. قرر الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه المهندس هاني ابو ريده المشرف العام على كره القدم صرف مكافئات فوريه للاعبين بعد نهايه الدور الاول والتاهل لدور ال 16. المنتخب بينعش خزينه الاتحاد ب 300,000 دولار بعد التاهل لدور ال 16. طيب، انت دايما لما بتفوز ايه اللي بيحصل؟ سعرك بيرتفع،
وبالتالي انت وصلت بس لدور ال 16 خدت 300,000 دولار. ان شاء الله ربنا يكرمنا نعدي دور ال 16 ونصل لدور الثمانيه، هتلاقي السعر بيرتفع اكتر واكتر واكتر. واتفورد الانجليزي يجدد اهتمامه بضم تريزيجيه. واتفورد الانجليزي بعض المواقع التركيه قالت ان هو ارسل عرض تركي، عرض رسمي انا اسف، لقاسم باشا التركي علشان ياخد تريزيجيه في الموسم القادم. هل ده هيحصل ولا مش هيحصل؟ ده اللي هيبان خلال الفتره اللي جايه. وبالمناسبه وانا بتكلم على انجلترا، مش عارف اقولها لكم ازاي، ولكن انتظروا اخبار سعيده، انتظروا اخبار سعيده خلال الفتره القادمه. ده بالنسبه للنادي الاهلي، ده بالنسبه للنادي الاهلي. للاسف ان انا في حاجات كتيره ما بقدرش اطلع اقولها الا ما بتبقى رسميه، لكن ما تقلقوش ما تقلقوش، الامور ماشيه بشكل جيد جدا جدا جدا، فوق ما حضراتكم تتخيلوا، فوق ما حضراتكم تتخيلوا. الامور ماشيه بشكل رائع جدا في فريق الكوره، كل الامور منظمه بشكل جيد جدا، كل الامور ماشيه في طريقها الصحيح، كل التعاقدات اللي عايزها المدير الفني هتيجي ان شاء الله، يعني كل التعاقدات في طريقها ان هي تخلص خلال الفتره القادمه، كل الامور ماشيه بشكل جيد جدا 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 علشان النادي الاهلي ان شاء الله الموسم اللي جاي ما عندوش غير تفكير واحد بس، بطوله افريقيا، بطوله الدوري العام، بطوله كاس مصر، وبطوله السوبر المحلي والسوبر الافريقي ان شاء الله لو فيه السنة الجاية. يعني هو ده تفكير النادي الأهلي، تفكير مجلس إدارة النادي الأهلي مع المدير الفني مع مدير الكرة مع لجنة التخطيط اللي موجودة، هو ده التفكير خلال الفترة اللي جاية. أنا آسف إن أنا طلعت برا المنتخب، ولكن مهم جدا جدا لأن الناس تبقى قاعدة مستنية ماذا سيفعل النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. دايما أنا بحاول، في حاجات أنا ما ينفعش أقولها وما أقدرش أقولها على شاشة قناة الأهلي، ولكن انتظروا مفاجآت جميلة خلال الفترة القادمة، انتظروا مفاجآت جميلة خلال الفترة القادمة تخص فريق الكرة بالنادي الأهلي. بقية الألعاب أيضا هناك حاجات كتيرة بتحصل خلال الفترة اللي فاتت، ولكن نحن دائما في قناة النادي الأهلي بننتظر الإعلان الرسمي علشان نقول لحضراتكم بشكل رسمي. ولكن أنا الناس بتقابلني في كل حتة والناس بتشوفني في كل حتة بتقولي فلان ده خلص، هنجيب مين، هل فلان ده جاي، هل فلان ده مشي، هل فلان ده رايح، هل فلان ده جاي، كل الكلام ده احنا بيبقى عندنا تفاصيل كتير نقدر نتكلم فيها مع حضراتكم، ولكن دائما من حرص قناة النادي الاهلي انها تحرص على شيء واحد فقط، وهو تقديم المعلومة بشكل رسمي، تقديم المعلومة بشكل رسمي. عشان كده لما الموضوع بينتهي بشكل رسمي بنطلع نقوله لحضراتكم على طول، ولكن استنوا الفترة اللي جاية في اخبار سعيدة جدا هتسعد كل جمهور النادي الأهلي. طيب خلينا نطلع فاصل وبعد كده نرجع بعد هذا الفاصل نتكلم عن أخبار المنتخبات الإفريقية، أخبار المنتخبات الإفريقية إيه والمديرين الفنيين بيقولوا إيه. نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع أخبار المنتخبات الإفريقية.